وكنا بنتكلم عن وضع نتنياهو السياسي. يعني الاحتمال الأكثر ترجيحاً أن مستقبله السياسي مظلم، ليس فقط فيما يرتبط بخروجه من ائتلاف الحكم أو موقعه كرئيس الوزراء، وإنما سوف يكون موضع للمساءلة والمحاسبة، خاصة وأن النتيجة الأولى لما جرى في 7 أكتوبر، وحتى باعترافه شخصيا أن هناك تقصير حاد من جانب المؤسسات الأمنية، سواء الشباك الأمن الداخلي أو الموساد أو حتى بعض العناصر من كوادر وقيادات الجيش العليا في إسرائيل. وبالتالي عندما لأن في أعقاب كل حرب من الحروب سوف يتم تشكيل لجان للتحقيق، أعتقد سوف يكون الحساب عسيرا مع بنيامين نتنياهو، لأن ما جرى يعني أكبر مما نرى بالنسبة لإسرائيل. ولذلك يعمل بنيامين نتنياهو على إطالة مدة الحرب، إطالة مدة التفاوض، محاولة توسيع نطاق الحرب، لأن ده بيخلي عداد الزمن يجري نسبيا، مش جري في يعني هو ممكن يبقى جري في المكان، لكن ده يصب في صالحه نسبيا ويبعده نسبيا عن لكن المحصول. النهايه في راي حضرتك واحده، هي النهايه ان هو انتهى يعني مستقبله السياسي طبعاً بشكل كامل. علشان كده يا دكتور محمد انا قلت دي حرب من يمين نتنياهو في مواجهه القطاع، مش حرب اسرائيل في مواجهه حماس. في قاعده معروفه جدا انه ما لا يدرك بالحرب لا يدرك بالسياسه، يعني الحرب هي التي تفرض شروطها في البدايه قبل اي عمليه تفاوضيه سياسيه. امبارح شفنا مشهد رئيس الأركان الإسرائيلي وهو بيتحدث بالرغم من حديث الهدنة أنه وسط جنوده ووسط الضباط أنه الحرب مستمرة، وأننا ماضون إلى النهاية، ودائما إسرائيل يجب أن تردع كل من حولها من الدول، تحدث بهذه اللغة. إسرائيل هي قوة الردع في منطقة الشرق الأوسط، فالمنطق العسكري والمنطق المستمر في الحرب هو المنطق الحاكم للعقلية الإسرائيلية بشكل كبير. هل ده معناه من قراءة أخرى أنه يحاول أن يقوي موقفه التفاوضي إذا تم التفاوض في أي هدن مستقبلا؟ يعني في جزء منها هذه هي إسرائيل، لا تعترف ولا تتفاوض إلا من خلال منطق القوة. يعني عندما حاربت مصر في 73 اللي خلى عزز موقفها التفاوضي إن إحنا كنا متفوقين في الحرب، ثم استردنا الأرض أيضا بالسلام، ففي مزج خلطة كده من الحرب، لأنك لا يمكن أن تكون منهزم عسكريا وتقدر تتفاوض سياسيا وتحصل على مكسب. هذه واحد. وبالتالي إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة. النقطة الثانية إن النهج الإسرائيلي يرى أن الإشارة حضرتك قلتها فكرة نظرية الردع تحطمت مرة أخرى في 7 أكتوبر. صحيح. وجعل إن يبان طبعا ده ما بيقللش برضك من قوة إسرائيل، لكن بيبين إن هي كانت في لحظة نمر من ورق، وأن الجيش الإسرائيلي يمكن تجاوزه وإحداث عدة اختراقات في صفوفه، بل إن الأمن السيبراني التي كانت تتزرع صحيح. إسرائيل بقوتها وتفوقها في مقابل أي دولة في العالم، نشوف سلوك حركة حماس تصوره وصوته وصورة لمدة 3 ساعات بأدوات بدائية جدا بأدوات بسيطة يعني بالزبط. بأدوات وإزاي دخلت حماس واستوطنت للعمق لمدة عدة ساعات. هذه سنة. النقطة الثالثة، النهج الإسرائيلي قايم حوالين أن ازدياد التصعيد هو اللي بيفرض ضغوط على حماس، وبالتالي هيخليها تقدم مزيد من التنازلات، مع الأخذ في الاعتبار أن ميدانيا وسياسيا ده مش صح. لما نيجي نشوف التصريحات بتاعت إسماعيل وبيقول فيها أن حماس لديها قدرة على التعايش لفترة أكبر من الحرب مع إسرائيل، ولذلك كل الأهداف اللي أنا ذكرتها سواء باستئصال حماس أو استعادة المحتجزين أو استهداف أي من كوادر وقيادات حماس لم تنجح في تحقيقها، وبالتالي ده عامل حالة من حالات السخط لدى الرأي العام الإسرائيلي كبير. النقطة المهمة إلى أن دي رسالة في اتجاهات متعدده اللي حضرتك قلتها، اللي احنا باقين ومستمرين، لان التوقيع على هدنه
لا يعني انتهاء الحرب، ومحدش قال ان الحرب انتهت. صحيح. لكن طوال الوقت هو عايز يوجه رسالة للداخل اللي احنا هنستعيد عناصر من الجانب الحمساوي، وفي نفس الوقت آلة الحرب والقتل مستمر، مستمرة بدرجة كبيرة، ده للإيحاء إن هدفه لن ينحرف عنه. لكن الرسالة الخامسة من وجهة نظري، وهي أن دي محاولة برضك للبيان أن إسرائيل الشكوك فيها لا تزال قائمة في التزامها باتفاق الهدنة المقبل.